سامي شغلية. دي مدرسة نجا الشيخ علي الابتدائية التابعة لإدارة مركز كفر الدوار التعليمية. ماشي، تم إزالتها في العام الدراسي 2011-2012، وحتى تاريخه لم يتم إعادة بنائها. المدرسة دي كان فيها حوالي 500 طالب. دي المدرسة الوحيدة الموجودة في القرية، وأقرب مدرسة لنا هي مدرسة أبي الستة، مدرسة مشتركة ابتدائي وإعدادي، بينه وبينها حوالي 5 كيلو. بيتم نقل الأولاد لمدرسة أبي الستة بطريقة غير أدمية، بواسطة الجرارات الزراعية، بواسطة التكاتك، بواسطة عربيات ربع نجل. يعني عبارة زي ما تكون محمل شوية أغنام في عربية. واحنا ماشيين على الطريق، كنا ربنا التوك توك وقع بينا هنا في الارض، ووقع بينا في الترعه، واحنا طلعنا من الترعه وروحنا ما رحناش المدرسه. الطريق دي يودي الاسكندريه ويودي لكفر الدوار، والعيال بتاعت المدرسه بتعدي عليه المغرب الصوب، والحفره دي لو واحد ماشي في الليل مش ياخد باله هيسقط فيه. يعني واحد ماشي برجله، وفعلا في عربيه سقطت هنا وطلعناها من بعد المغرب. ما تشوفش، ما فيش هنا كهرباء، الحته دي كده ما فيش كهرباء، والعيال بتعدي الصبح والمغرب. ده مرفق الكهرباء، عمدان إنارة متهالكة، أسلاك متهالكة، أسلاك وصل مش حتى سلك كامل على بعضه، عمدان خشبية غير آمنة أصلاً، أي شوية هواء في الشتاء بتعمل انقطاع للتيار الكهربي في المنطقة بحالها. احنا عايشين هنا في الأرض ديت، ولا عندنا صرف صحي، ولا عندنا اي حاجه تخدم البلد دي خالص. الارض هنا صخريه، وبعدين بنفحت البير، بنجيب له الكراكه الكبيره تفحت البير ب 400 جنيه ب 500 جنيه، وبعد 15 يوم يتملي ميه تاني، ويادي النتيجه بتطفح الميه هنا، والناموس بيبقى يعمل فينا عمال وحشه خالص. مفيش مستشفيات، فين؟ ده اللي عم يطلع في الروح ويكون في الفجر مش لا حيموت، فين؟ لا سكك عدلة، ولا وكل العربيات اللي هنا ساقطة، محدش عنده عربية سليمة. ولاد تعبانين من هنا، صدرهم عندهم أزمة صدرية بالنسبة للماء الوحشة اللي هنا. أنا فيها بتنزل نظام صديد كده، وديدان صغيرة حمراء كده ماشي ما بتكررش كويس، وبنجري بيهم، والسيد ديك شاف السكة، سكة وحشة ماشي، ما فيش مستوصف هنا ولا دكاترة. بنروح نكشف فيهم في اسكندرية في سموحة، بيقعدونا بالعشرة أيام هناك، ويا ريت يطلع كويس، ما بيطلعش كويس، ما بيخش عجل صحي.